الله معكم اخوتي، سلام ربي يسوع قلوبكم. مجد الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. اليوم بدي احكي عن شخصيه رائعه جدا، هو القديس يوحنا الدمشقي اللي كان اسمه منصور. هو ولد بالشام بدمشق، عاصمه الامويين بهداك الوقت سنه 676. كانوا الامويين هن وقتها مستلمين الحكم. بهيدي الأثناء أخوتي كان بيو هو وزير المالية أو مسؤول خزانة المسلمين. المفارقة أنه ما كانوا مسلمين لشخص مسلم، كانوا مسلمين لإنسان مسيحي. بيو لمنصور سرجون هو كان وزير المالية أو مسلم بيت المال، كان مستشار الخليفة وكان لهم كتير اعتبار مهم. كانوا المسيحيين هن اللي عم بيعلموا وقتها بأثناء العرب. وكتير مهم انه نذكر انه الفضل كتير كبير لمنصور ولبيو او ليوحنا الدمشقي وبيو، انه بسبب استاذه ليوحنا الدمشقي اللي كان يوناني، تعلم اللغة اليونانية والفلسفة اليونانية، وكل الكتب اللي كانوا بمكتبات دمشق هو ترجمة للعربية، وعلمهم للعرب اليونانية وعلمهم الفلسفة. بتعود أصل عائلته ليوحنا الدمشقي إلى السريانية، فهو سرياني الأصل. نشكر الله، يعني هو سرياني الأصل. إذا كان موظف كتير كبير، يعد مستشار الأول للخليفة المسلم. بس مات بيو، استلم منصور الوظيفة. كان مبدئيا الامور معتمده انه بس يموت البي سلموا الصبي نفس الوظيفه، لانه بيكون متشربها وبيعرفها، وخاصه اللي كانوا يشتغلوا عند الملك. الملك ما بيريد حدا غريب يجي. اللي مستلم المال بيرجع ابنه بيستلم المال، اللي مستلم المكتبه بيرجع ابنه بيستلم المكتبه، اللي مستلم الطبخ بيرجع ابنه بيطلع طباخ. هيدا كانت العاده القديمه، للاسف بعدنا عم نشوفها تقريبا ببلادنا لحد هلا. انما العادة كانت تدرج بهيدي الطريقة رسميا. إذا أخوتي، بعد فترة صار في معركة كتير قوية حول الأيقونات. إحدى الملوك طلعت براسه أنه الأيقونات منا منيحة، ولا شو بدنا حتى نتمثل فيها، ليش بدنا نصلي قدامها. للأسف بعض الأساقفة أيدوا هيدا الأمر، وصارت حرب كتير قوية، سميت بحرب الأيقونات. بهيدي الأثناء كانت بالقسطنطينية عم بتصير الناس عم بيدافعوا عن الأيقونات، بما فيهم من الشام كان حامل اللواء الأول يوحنا الدمشقي، كان عم بيدافع عن الأيقونات، وحتى كان هو يرسم رسم أيقونات للعذراء ومصلى للعذراء. كيف أنا بدي أطلع ضد الأيقونات القديسين؟ ما بدنا قديسين، كان عم بيقول بالقسطنطينية الملك. لدرجة في أحد المسؤولين، وبيقولوا عنه انه كان وزير بالقسطنطينية، بيحمل فراعة وبيطلع عبيكسر الصليب بقلب الكنيسة. بيمرقوا النسوان، بيفوتوا النسوان، بيشلولوا السلم او القاعدة اللي كان هو واقف عليها، وبيوقع وبيتكسر، وبيحكمهم الملك بالاعدام. دافعوا عن الصليب، النساء كانت عم تدافع عن الصليب. في بعض الاشخاص كسروا الصليب والايقونات عن باب القسطنطينية، للأسف كانوا مسيحيين. بهيدا الاثناء يوحنا الدمشقي بيحمل لواء المدافعة، بصير يناقش باللاهوت، بصير يناقش بالتاريخ، بصير يناقش بحياة القديسين. بينقهر منه كتير الملك، وهون بدي أقول عن أهم أعجوبة صارت بحياة يوحنا الدمشقي، اللي هي تقريبا كانت ركيزة لهالقد هالإيمان وهالنهر الذهب اللي صار بعدين يحكيه باللاهوت. هو إنه بيستدعي الملك أهم الخطاطين اللي عنده، وبيقولوا لهم بدكم تقلدوا لي خط يوحنا الدمشقي أو منصور. كيف كانوا بيعرفوا؟ لأنه المراسلات اللي كانت تتم بين الخليفة المسلم والملك القسطنطيني كان يترجمها ويعملها منصور، اللي كان هو مسؤول المستشار ومسؤول بيت المال. بقلدوا له خطه، بيبعت الملك القسطنطيني لخليفة المسلمين بدمشق مكتوب محطوط بقلبه، شوف اللي انت عم توثق فيه لهالدرجة قديش طلع خاين لك، انا عم بعلم عليك. شوف بعت له، بيكتب بيقرا بالمكتوب الخليفة المسلمين انه انا منصور ابن سرجون عم بقول لك انه بتفوت على دمشق، انا بأمن لك البواب وبفتح لك البواب، بأمن لك في جماعه معي حتى تفوتوا وتنقلبوا على الحكم الاسلامي بدمشق. بيطلع الخليفه بيعرف كثير منيح خطه لمنصور، بيطلع هذا خطه لمنصور، هذا خط يوحنا الدمشقي. يعني
بينقهر كثير انه هالقد في خاين، وخصوصا انه في قصة بتقول انه بعد ما تركوا المسيحيين هربوا على القسطنطينية وسلموا الشام، في قصة بتقول انه قبل دخول المسلمين اللي كان عم يفوض على دخولهم هو بيو وجده لمنصور ليوحنا الدمشقي، يعني هن اللي فوضوا فوتوهم سلميا، كانوا عم يحملوا راية السلام من الاساس. فبيقول له مثل ما فوتونا بدكم ترجعوا تفوتوا الملك القسطنطيني. بيطلع القديس يوحنا الدمشقي بالرسالة بيقول له يا حضرة الوالي يا حضرة الخليفة، الخط خطي بس الكلام منه كلامي، هيدا الخط هو خطي بس الكلام منه كلامي، مش انا كاتبه، انا ما بخون، وانت بتعرف هالامر هيدا، انما ما بيقنع منه الخليفة وبيقتش له ايده من هون، هاي ايد اليمين اللي انت بتكتب فيها تقطع. ومن بعد ما يقطع له ايده بلحظتها بيقطع له ايده، بعد ما تقطع ايده ليوحنا الدمشقي بيطلع على اوضته بصير يبكي قدام ايقونة العذراء اللي هو رسمها، بصير يبكي بيقول له يا عذراء هيدا جزاتي انه انا عم برسم ايقونتك وايقونة القديسين، هيدا جزاتي انه انا عم بحكي عنك وعن القديسين، هيدا جزات اللي بيكون ماشي مع الله هالقد واللي بيكون ماشي مع يسوع. يمكن انا غلطان بشي بس انا كل اللي عملته انه عم بحمل صورتك وعم بحمل اسمك وعم بمشي وعم بقول لهم هاي عذراء ام الله، وبيبكي وبيركي على صورتها وبينام. هيدي هي اخوتي ايقونة، بيركي على هالصورة اللي بالنص وبينام. هو ونايم اخوتي بيحلم او بتظهر عليه حقيقة العذراء، وبظهور العذراء بتقول له ما تخاف يا يوحنا، انا رح رد لك ايدك. هيدي هي الايقونة اللي عندها ثلاث ايدين، بتقول له ما تخاف يا يوحنا انا رح رد لك ايدك. هو كان طلب من الخليفة انه بده ايده حتى يرجع يدفنها، حتى يروح يحطها بالتراب، يعني مشان ما تضل، لانه الوالي علق له ايده على باب دمشق تيتربى ليكن عبرة لمن اعتبر. فبيرجع بجيبها وبيطلع شوفه بيمسكها وبيبكي قدام ايقونة العذراء، وبتظهر العذراء، بتظهر العذراء بالليل اخوتي وبتقول له انا رح رد لك ايدك. وفعلا بترد له ايده مثل ما كانت، بس بتقول له رح اترك لك الزيح الاحمر محل العملية حتى الناس تصدق انه هيدي ايدك انا رديتها. ما فهم ليش بده يضل الزيح الاحمر عجوبة عجوبة، انما تاني يوم بيفهم لما يجوا يخبروا حاكم المسلمين امير المسلمين الخليفة انه يوحنا رجعت له ايده، منصور رجعت له ايده، بيبعت وراه بينقهر كتير، بفكر هو انه لما قالوا روحوا قطعوا له ايده انه عطوا لشي خادم مصاري كتير وقطعوا ايد حدا من الفقراء. بيعلي منصور عن ايده يوحنا الدمشقي بورجيه محل العملية، بيقول له العذراء اللي شفتني، طبيبة العالم هي من شفت ذراعي، طبيبة هذا الكون مريم العذراء. بيعتذر منه وبيقول له ارجع وظيفتك وخلينا نكون اصدقاء. انما اللي ما بيعرفه الخليفة انه بهيدي الليلة نذر يوحنا انه يصير يوحنا الدمشقي وانه يصير راهب ويتنسك. وفعلا كل اللي بياخده معه من الأوضة هو ايقونة العذراء، وبيروح على دار مار سابا القديس سابا على فلسطين. انما قبل ما يروح بينزل عند اهم واحد بيعمل اواني من نحاس، بيعمل ايد على شكل ايد من نحاس وبيلزقها بعلقها بالايقونة، بيقول لها هاي رح تضل لكل الاجيال يعرفوا انه انت ام الكل وانه انت اللي شفيتيني، وبياخدها معه على القدس. انما اخوتي بقلب القدس هونيك بيتعرف على الشيوخ اللي ما حدا بيقبل منهم انه يتبنى يفوت تيعمل راهب، الا هونيك شيخ هيك معتر بيقول له، كان يسمون شيوخ الرهبان المسؤولين عن الكنيسة، بيقبلوا بيفوت. بهيدا الوقت بيقول له عشرت بتنسى كل علمك، بتنسى كل اقوالك، بتنسى كل شيء عملته، كل وظيفتك، وبتعيش مثل متواضع مثل اي واحد هون. بيقبل معه يوحنا الدمشقي، بيقعد معه يعمل شيء. مع الوقت احد الرهبان بيموت خيه، بصير يبكي انه بدي ارسيه يعمل لي قصيده لاله، بيقبل معه انه خيه عم يبكي فبيعمل له قصيده. هون الشيخ المسؤول عنه بينقهر كثير وبيكحشه، بيرجع عم يعملوا له واسطه، فبيقول لهم ما بردوا، اذا بده يرجع بيرجع بينظف الحمامات تقبل انه ينام بالدار. بوقت بيشوف هذا الشيخ تاني يوم يوحنا الدمشقي مع كل علمه مع كل صيته مع كل مركزه عم ينظف الحمامات او ما يسمى بوقتها الحمامات يعني، ف
فبيجي، وكانت يا محلى هلا يعني، وما ادراكم شو كانت، كيف كانت الحمامات قبل. بيجي لعنده بيقول له خلص خلص ارجع خليك راهب، بس بصير في صراع جواته لهالشيخ انه شو بدي اعمل فيه لهالانسان هذا، ساعه متواضع ساعه عم بيشككه. تظهر العذراء على هالشيخ، الشيخ المسيحي طبعا، تظهر العذراء وبتقول له ليش عم تسكت، ليش عم تسكت نهر الذهب، ليش عم تسكت تمه ليوحنا الدمشقي، ليش عم تسكت ايده لهالانسان اللي انا صححت له اياها، اطلق يده ولسانه. فلت ايده ولسانه، خليه يرجع يعمل مثل قبل، لانه رح تغتني الكنيسه بامثال يوحنا الدمشقي. وفعلا ثاني يوم بيقول له يا يوحنا ارجع اعمل اللي بدك اياه واكتب اللي بدك اياه. وعند يوحنا الدمشقي بيكتب اهم ما كتب يا اخوتي، بعدنا عم نستفيد منه لهلا، منه في كتاب كتير انا حبيته اسمه الهرطقه الماء، بدعيكم حتى تشوفوه، حوارات بين الاسلام والمسيحيه كتير عن وحده الكنيسه. ولا شك هو كان من القديسين اللي كمان ساهموا بوحده الكنيسه، فهو قديس عند الارثوذكس عند الكاثوليك، هو قديس عند كل الكنايس، وعامل تراتيل كتير مهمه للعذراء خاصه بس شفيت ايده. اخوتي انا بدي اقول انه بالقرن الثالث عشر لما اجى رئيس اسقفة صربيا على القدس، فات فاهدوا الايقونة اللي كانت ليوحنا الدمشقي، بياخدها معه على صربيا، بس من بعدها بفترة بيهجموا العثمانيين المجرمين على صربيا وبيحتلوها، فالمؤمنين بيخافوا على هالايقونة، بيحطوها على حمار وبيصلوا يا عذرا هيدا الحمار يمشي، وانت وين بدك انه تكون الايقونة بتوصل. الحمار بيضل ماشي ما بعرف كم يوم، انه بيوصل على اليونان على قدام داير الداير العجائبي بجبل اثوس، بيوصل اثوس، بيوصل الحمار لهنيك، وهيدي الايقونه بعدها لحد هلا هنيك بقلب اليونان. انتقل اخوتي الى السماء باربع كانون الاول عام 749، يوحنا الدمشقي انتقل الى ربنا يسوع المسيح باربع كانون اول عام 749، تم اعلانه قديس سنه 787. بعام 1890 أعلنوا البابا ليون الثالث عشر معلما للكنيسة الجامعة، معلما لكل الكنيسة. هيدا هو يوحنا الدمشقي، هيدا بطل من بلادي، هيدا بطل من أبطال الإيمان. يوحنا الدمشقي كان عظيما بحبه للعذراء ولله. إن شاء الله بركته بتكون معكم جميعا، أكيد بينحكى عنه كتير شغلات، سامحوني إذا نسيت أمور. أنا باختصار عم بحكي، وخصوصا عن الأعجوبة والأيقونة اللي بسموها صاحبة الأيدي الثلاث. ليش الأيد الثلاثة؟ هلأ عرفنا أنه هاي أيد يوحنا الدمشقي كانت عليها، ردت له العذراء أيده، إنما بقى هدية أيده، وكل كتيبته كانت عن ربنا يسوع وعن أمنا مريم العذراء اللي عملها أجمل التراتيل وأجمل الأقوال عن أمنا مريم العذراء. بركته بتكون معكم، وخصوصا أنه هو كمان بأربعة كانون أول بيكون عيد القديس بربارة وعيد القديس يوحنا الدمشقي. ينعاد عليكم، آمين.